بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد إمام من قناة الحكمة الساحرة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن كنز من كنوز جبال الهيمالايا. الكنز ده هو مادة الشيلاجيت. مادة الشيلاجيت مادة معدنية توجد في قمم جبال الهيمالايا. جبال الهيمالايا اللي محد يمكن محدش يعرفها، جبال الهيمالايا او نعرف اسمها انها ما نعرفش مكانها، هي في الشمال الشرقي من الهند، وتقريبا سلسلة جبال حوالي 50 جبل مساحتهم 24 كيلو متر، بتفصل او تمتد ما بين باكستان وافغانستان والصين وبوتان ونيبال. جبال الهيمالايا جبال شاهقة جدا، يصل ارتفاعها الى حوالي 8000 متر، ومن ضمنها جبل إيفرست اللي هو 8400 متر. مادة الشيلاجيت هي مادة اكتشفها الهنود من قديم الزمن، وكان بيستخدمها لعلاج كتير جدا من الأمراض، وهي عبارة عن صخور متجمدة من مادة عضوية أو مواد عضوية متراكمة لفترات كتيرة من الزمن، ولكن فوائدها عظيمة جدا. مادة غنية بحمض الفوليك، وتعزز القدرات العقلية والجسدية، وتعزز القدرة الجنسية والأداء لدى الرجال، كما أنها تقلل من الإجهاد وتسيد الجمال باستخدامها كماسك على الوجه، بتزيد من المناعة للجسم، كمان بتقلل من علامات الشيخوخة والتجاعيد في الجلد. المادة دي زي ما قلنا لحضراتكم أنها مادة طبيعية، لونها بيبقى داكن، بيختلف من او بيتدرج من الاصفر الداكن الى البني الغامق او البني الداكن جدا، يقترب من الاسمر. في انواع كتير من الشيلاجيت، كوبروليت، وشيلاجيت البربيشيا، وشيلاجيت متبخر. من فوائد الشيلاجيت ان هو بيخفض ضغط الدم، بيساعد على تحسين أداء البنكرياس، وبالتالي بيحفز البنكرياس لمرضى السكر، ويقلل من أضرار السكر، وبيقلل من الكوليسترول أو ينظم الكوليسترول في الجسم. بيعزز الأداء المعرفي، يحسن الذهن والتفكير، بيحسن الذاكرة. زي ما قلنا له فوائد كتير جداً زي ما حضراتكم شايفين في الصور هنا. الشيلاجيت بيقي من مرض الزهايمر، ويحسن من أعراض الاضطراب الحركي، يفيد مرضى التهاب المفاصل الروماتيزمي، يفيد في علاج أمراض القلب والشرايين، يفيد في علاج التهاب أنسجة العين، يكسب البشرة النضارة، يحمي الجلد من أشعة الشمس الضارة إذا استخدم كماسكات، يقي من سرطان الثدي، يعزز التمثيل الغذائي والمناعة، يحسن الهضم، يعزز الأداء ومستوى الطاقة. زي ما حضراتكم شايفين الفوائد كتير جدا جدا جدا. من أهم الفوائد دي فعلا اللي أنا حسيت بيها هو تحسين الذاكرة وأداء حيوية الجسم بصفة عامة، وبيخلي الإنسان حاسس بنشاط وحيوية طول النهار، ما بيحسش بخمول. كل الحاجات دي موجودة في مادة الشيلاجيت، مادة جميلة ورائعة، وفرق كتير جدا في الطب. معظم الصيدليات دلوقتي او شركات الأدوية بتدخلها في منتجاتها لتحسين الوظائف بتاعة الجسم، لان وجد انها ممتازة ولها فوائد كتير جدا. انا طلبتها لنفسي، ولما استخدمتها لقيت ان هي فعلا كفائتها عالية جدا جدا جدا، واحسن من فيتامينات كتير جدا الواحد كان بيجيبها. وان شاء الله لو طلبتوها وجبتوها برضو هتلاقوها مفيدة جدا ليكم، وهتحسوا بالفرق الكبير في الحيوية والنشاط طول اليوم. دي بعض برضو فوائد الشيلاجيت. اتمنى ان الصور دي تكون وضحت بعض الفوائد. ايضا من فوائد الشيلاجيت ان هي بتحسن الحالة المزاجية للانسان،
وبالتالي بتأثر تأثير مباشر على العلاقة الحميمية ما بين الرجل والمرأة، فبتحسن الأداء والنشاط والحيوية. ديت بتستخرج وبيتم طحنها وفرزها وتنقيتها، وبتتباع على هيئة مادة بودرة أو بودر، وكمان كبسولات، أو على هيئة كريمات أو مادة سائلة. أرجو أنكم تكونوا استفدتوا. زي ما عودناكم المصادر بتلاقوا فيها مواد معلومات أكتر. اللي عايز يبحث تاني يبحث في الإنترنت ويتأكد من المعلومات. أرجو أن الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش التعليقات، ما تنسوش الشير، ما تنسوش اللايك والاشتراك للي لسه أول مرة يخش القناة عندنا ويشوفها. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.